أي برنامج جديد سواء في كلية الطب في أي مراحل في الحياة لازم تكون هناك في صعوبات، بس أهم مرحلة أنت شلون تتعدى هالصعوبات. هدفنا تخريج أطباء كفاء من أجل خدمة هذا الوطن. We want to make good doctors and we want to make good doctors for the future. I think the best part of my job as head of department is having an expert faculty. We wanted to not only succeed but we wanted to succeed by producing really good doctors from Qatar for Qatar. هذه لحظات فخر راح تكونوا أول دفعة تتخرج من كلية الطب جامعة قطر. فلازم ما يدخرون أي جهد في أنهم يعطون بتفاني وبإخلاص شديد.